السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. كيف حالكم إخواني؟ شو أخباركم؟ معكم يحيى من ومقطع جديد. اليوم إخواني سنشرح كحل مشكلات هناك مشكلة خطأ في تثبيت الحزمة. أولا لا تنسوا اللايك والسبسكرايب وزر الجرس بس يوصلكم كل يوم جديد. نبدأ على بركة الله. نذهب أولا إلى جوجل شروم. نحمل أبيكا إديتور كما ترون. تضغط على تنزيل تضغطون على موافق. أنا لن أحمله لأنني حملته من قبل. تحملون أي تطبيق من التطبيقات التي تريدونها التي لا تتوافق مع جهازكم. سنذهب لنجرب ليلي بوكس كما ترون. نريد أن نحمل لولو بوكس. يقولون أننا خطأ في التحليل. حدثت مشكلة أثناء تحليل الحزمة. الحل هو أن ندخل إلى التطبيق الذي حملناه من قبل. نضغط على حدد أي بيكي من الملف الأولى، ثم نضغط على داونلود، ثم نضغط على الذي حملناه هو ليلي بوكس. نضغط على تحرير مشتركة. نضغط افتراضي، هذه الأيقونة هنا موقع التثبيت. نضغط على سيارة ندم تشغيل. نضغط هنا نمسح نديرها 14، ثم ندير 2، ثم حفظ. ننتظر قليل حيث يتم إنهاء. ننتظر قليلا حتى يتم الانتهاء. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل يوم جديد. آسف. أعلموا لما أيوة. نضغط على تثبيت. وكما ترون صدقت معنا. نضغط على تثبيت. كما ترون تم حل مشكلة. لا تنسوا إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس لكي يوصلكم كل يوم جديد.